في الاول استاذ عادل عايزه ارحب بيك في برنامجنا صباح البلد وصباح الفل. صباح الورد. صباح الفل. احنا موجودين النهارده في مكتب حضرتك، وخليني ابدا كلامي بانه الناس كلها في بدايتهم بيكونوا هواة وبعدين بيبتدوا ياخدوا الموضوع بزنس او تجاره، لكن الموضوع مختلف معاك. انا اولا كنت تاجر في الطوابع بدايه، بعدين تحولت من تاجر لهاوي بدراسه معينه. كنت الاول 100% تاجر، اتحولت لهاوي من 1.92 ل 3 لغايه ما وصلت 1000000%. طيب تاجر يعني بتجيب طوابع وبتبيعها ونبادل وتبادل. اصل الطوابع مش بيع وشراء. اه بيع وشراء وتبادل. اللي واحد انا عندي كميه 5 6 حاجات من مجموعات الطوابع، واحد تاني عنده نفس الكميه او اكتر شويه، انا اديله حاجه من عندي وهو يديله حاجه من عندي، بس بنفس القيمه يعني. اما بنفس القيمه لو ياخد فرق لما انا اخد فرق. اوكي، الفرق بيبقى طوابع ولا الفرق بيبقى ممكن فلوس؟ يبقى طوابع. ممكن يبقى فلوس. ممكن يبقى طوابع بيني وبين. طب ازاي بقى الموضوع دخل في هوايه؟ انا عارفه ان حضرتك تدرس الطوابع. احنا انا بدات فيها بقول لك تاجر، وبعدين لما بليت فيها بعض حاجات، فيها بعض الاخطاء، فيها بعض السنين، فيها بعض السموم، فيها صمغ معين، فيها علامات مائيه، الحاجات دي كلها اتدرست قبل الثوره. اتدرست قبل الثوره بكفايه، بعد ثوره 52 ما كانش في ناس حد درسها. يمكن انا من اول الناس بدات ادرس فيها الصمغ والعلامه المائيه والطوابع عباره عن ايه والسنون بتاعتها والحاجات دي كلها، وبدات اعمل بعض الكتالوجات البسيطه. يعني صغيره 3 4 ورقات. ما عنديش امكانيه من الناحيه الماديه اعمل كتالوج كبير. ان انت تجمع يعني. انا ما اقدرش اعمل كتالوج دي من ناحيه ماديه كبيره. فكنت اعمل 3 4 صفحات 5 6 ونلقيها محاضرات. طوابع كتير اصلا، منها حكومي ومنها بريد عادي ومنها بالظبط. كنت عايزه اسال حضرتك، الطوابع طبعا انواع كتيره جدا. ايه انواع الطوابع؟ انواع الطوابع بقول لك بصي ليها اسم، في حاجه اسمها تذكاري، في حاجه بريد عادي، في جوي، في حربي، كل حاجة ليها مناسبة. يعني الحربي للقوات المسلحة بتاعت الجيش بس، اللي هي الجوابات والرسائل اللي ما بين الأسر والجيش. أو الجيش للجيش. أوكي. بس ليها طوابع حربي فقط. أوكي. كان في إصدارين بس زمان قبل الملكية، كان واحد 2 طابع لفؤاد و2 طابع لفاروق، مفيش تاني خالص. أما جت ثورة 52 ما نزلش إلا سنة 70 أو 71 طابع واحد بس حربي للقوات المسلحة. التكنولوجيا الجديده ما خلتش فيه طوابع، اتصالات وتليفونات وموبايلات وحاجات زي كده. بالظبط، اكيد اثر على جمع الطوابع، واثر على اصلا الطوابع نفسها. والجوابات ما بقاش فيه. الجوابات قلت شويه، لكن انا لسه برضك ما قلتلكيش على الطوابع الحربي. وده كل واحد دول ليهم قصه. في طوابع حكومي، الحكومه بس هي اللي بتستعملها. المؤسسات الحكوميه كلها هي اللي بتستعملها، ما حدش يقدر يستعملها الا ولا حد يقتنيها الا الهواة. بيقتنوا عندهم بس. في الطيران، يعني الحاجات اللي ماشيه بالطياره على مستوى العالم ليها طوابع معينه.